رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار عايز يشارك معانا اخشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف وشاركوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. عندنا كذا حاجة بنقدمها لمشاهدينا. أول حاجة الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا يعملوا عيد ميلادهم عندنا هنا في 4 شارع شريف، كل شهر عندنا عيد ميلاد، فهتلاقوا فيه بوست بتبعتوا عليه صورة الطفل وتاريخ الميلاد. عندنا حاجة كمان بنقدمها لمشاهدينا اللي يحب يجي يحضر معانا التصوير، أهلا وسهلا. احنا بنحب يبقوا جروب مع بعض زي الشباب اللي معانا النهارده جايين لنا من اسكندريه، يعني يبقوا جروبات كده مع بعض تبقى الطف. بس كده شوي بقى ارحب مره ثانيه بحاول عليها الفنانه بعد الاغنيه اللي غنتها دي وصوتها الحلو ده. ايوه ميرسي ميرسي. تقعدي تغني لجوزك كده؟ اه بيقرف مني. ده انت جميله. ميرسي. بقول لك ايه؟ انا النهارده لما زي كل يوم يعني مواضب السفره. ايوه. مش عاجبه اغلبيتكم عمالين يقولوا لي ايه العك اللي انت عكيته ده؟ جميلة يا استاذ شريف، اي حاجه منك حلوه. يا عملتها تحسي انها سيرياليه. بالظبط. صح كده؟ كونتمبرري. انا كونتمبرري. قلبت الطبق حطيت فوق الكيكه. ايه يا حنان؟ بتضحكي على ايه؟ شكلها غريب؟ قمر. ايوه. حسسيني بان انا عملت مجهود. انت قمر. في ايه اما نقلب الطبق ونحط فوق الكيكه؟ كل الناس بتحط الطبق كده وتحطه جواه الكيكه. انا قلبت انت كائن حر. انا كائن حر. ما لم اضر. بالظبط. بس كده. صح؟ صح طبعا. امال ايه؟ انت عامله ايه بقى النهارده؟ عاملين برتقان كتير في كذا صوره. انا ملاحظ. نقول مقادير؟ يلا. عندنا كيكه البرتقان مسكر، مقاديرها كوبايتين دقيق، ذره ملح، 3 معالق صغيرين بيكنج باودر، كوبايه ونص سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه عصير برتقان، نص كوبايه زيت، 3 بيضات، معلقه صغيره فانيليا، نص كوبايه برتقان مسكر مقطع الى مكعبات صغيره، وشربات البرتقان. ايه؟ انت جوزك قلتي عمل ايه فيكي في البيت؟ عمل ايه فيا؟ لما بتغني له؟ اه بيتخنق. انا اتخنقت. انت اتخنقت مني؟ ولا اقدر. ده انت ست الكل. بص يا شريف. قولي المقادير تاني. نزلوا لها المقادير تاني يا اولاد. انا احرقت. لا يا حياتي. في منك اتنين اصلا. طيب مقادير. قوليها بشويش. امي بتسلم عليكي وبتقول لك. قالوا لي النهارده ما عندناش وقت فبحاول اخلص بسرعه. حاضر. مقادير برتقال مسكر. كوبايتين دقيق. ذرة ملح 3 معالق صغيرين بيكنج باودر، كوباية ونص سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية عصير برتقال، نص كوباية زيت، 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا، نص كوباية برتقال مسكر مقطع مكعبات صغيرة، وشربات بتاع البرتقال. يا شربات انت. حلو كده. لافيو. ماشي هبدأ بقى. أول حاجة هنعمل برتقال مسكر. ماشي. ده طبعا يعني حاجة سحرية جدا. اشرحي لي عشان أنا أكلته انبهرت. اللي هو اللي محطوط على الوش. لا فظيع. مش طبيعي. بس هاتي القرمة كده بقى وقطعي. عشان مش هيشوف. على الخط. أيوه كده باين يا أستاذ إبراهيم. كده باين. ماشي هنشيل راسها ورجلها. راسها ورجلها؟ يعني بوزها و خلي بالك ودلها. دي راحت اتطلبت في واحد من اهم مطاعم العالم في السويد، وراحت قعدت عندهم 3 شهور وكانت هتقعد وبعدين زهقت فجت فشلت. انت دقتي اكلها؟ مش طبيعي. طبعا. بس لازم نقشر بالطريقه دي عشان احنا عايزين نحافظ على شكل القشر. ماشي. دي طريقه سهله جدا. انا ممكن استغلك صح؟ تقشر لي؟ بس انا مش عايز تلخص ايديك. مش عايز تلخص ايديك؟ ماشي يا استاذ شريف. انت قشري انت بنفسك. ماشي. وبعدين همشي كده داير ندير. ماشي. اوكي. وبعدين حط صباعي وتروحي مطلعها. دي الطريقه الطبيعيه لتقشير البرتقال. في ناس بقى بتعمل حلزونه. مش هينفع نعمل حلزونه. لا الحلزونه دي صعبه قوي. الحلزونه يا اما الحلزونه مثلا. نو واي. بس احنا عايزينها تبقى كده عشان هنقطعها ايه شرايط شرايط شرايط. اوكي. وبعدين المهم بقى عشان اعمل بتاعي دي فوائل جوزي فانا عامله قشر كتير بقى عشان اعمل كل ده فوائل كل برتقال مش عايز وائل كل برتقال. انت قشرت برتقال مش لاقي حد ياكله؟ كنت هاتيه معاكي. كفايه وائل كل برتقال عشان ما حدش يخش على الفيسبوك من الناس اللطيفه يقعدوا يقولوا لها انت نكشه شعرك وانت شايف اصلا وشعرك هيقع. انا اللي قلت لها اطلعي كده. هي كانت لماه قلت لها فكيه. صح؟ انا كنت لماه عشان ما يدخلش في عيني وانا بشتغل. انا عاجبني كده. الله يستر. اتفضلوا. بس فانا كان كده زمان. شعرك كان كده زمان؟ قبل ال 35. وبعدين اللي حصل؟ بعد ال 40 وقع. ان شاء الله يطلع تاني. لا مش هيطلع. هيطلع فين؟ بقول لك انا داخل على 50. اقولش كده انا داخل على 50. مش كده. مش كده. اوعى تقول كده. ماشي. انا قطعت القش اهو. انا هدمر لكم كل اللي بتقولوه النهارده. هتحطيه في الايه؟ في الحله؟ هحط في الحله. وبعدين عليه ايه؟ وهحط عليه سكر. قد ايه؟ لازم ادوقه للناس. كوبايتين سكر. دوقه. لا لازم بصوا
هتدوقوا حاجه مش هتتخيلوا. انا عملت غلطه. عملت ايه؟ مش هنحط السكر دلوقتي. مش هعمل ايه دلوقتي؟ السكر؟ لا مش المفروض احط السكر. طب خلاص شيلي من الحله واعمليها مره ثانيه. حطيه في بوله كده لغايه ما ادوقهم. انتوا يا جماعه هتدوقوا حاجه استحاله تتخيلوا ان ده قشر برتقان بالجمال ده. لا حاجه بجد. لا هتدوقي. مش هينفع. دوقي بس. مش هينفع. انت عامله ديتوكس؟ اه. امسك. لا صح حلو قوي بجد. انت مش قاعد تتفرج؟ اه بالظبط. يلا. انت بتاع اكل اصلا، انت دلوقتي هتحكي لنا عن المشروع بتاعك. اتفضل. اوكي. ايه يا حنان عامله ديتوكس ليه؟ عايزه تخسي؟ لا خالص، ما لهوش دعوه بالخساسان، انا بعمل ديتوكس فيلينجز مش ديتوكس فيلينجز؟ اه. يعني ايه؟ ازاي؟ يعني بنضف مشاعري وافكاري. ما تجيش ليه؟ ما ينفعش ايدك تخش جوه، ده غلط. اه فظيعه. طب دوقي بليز. انا مش هينفع. مش هينفع والله. بصي اوعي تقولي لي انت عامله دايت. يو ويل لاف ات. خالد عصام فوق طبعا هيفطس. هو قشر برتقان ده؟ اه قشر برتقان. بصي عايز ايه؟ هيعجبك قوي. هتفطس يا خالد؟ شكلك تحفه. شفت كل تاني ثاني؟ لا خلاص نزل السبب. شويه مع ال نزل السبب. بجد؟ لا صح حلو قوي. حلو يا ولاد؟ ملبن. اه تحب الملبن؟ هبقى اجيب لك ملبن. حاضر. لا انا والزبر. بعدين انا حطيت ميه هنا. ماشي ميه ساقعه. هنحط ده يغلي. وبعدين هنروح مصفينه ونكب الميه. ده بعد ما غلي. بعد ما غلي. اوكي. ونروح مكررين العمليه دي مرتين كمان. اوكي. يعني نغليه ونفضيه ثلاث مرات. ليه بقى؟ ده بيشيل المراره اللي موجوده في القشر. عشان كده مش ممر خالص. بالظبط. ماشي. لا لا اشرح لي الناس مره ثانيه. جبنا برتقال حطيناه في الحله وحطينا عليه ميه ساقعه من غير سكر من غير حاجه. غليناه كبينا الميه ثلاث مرات. ثلاث مرات. ماشي. بنضغط الميه بقى مش هنستعملها تاني. بننضف الميه جديده. ميه جديده ثلاث مرات. ميه ساقعه. وبعدين البرتقال اهو ده اتسلق بقى خلاص كده ثلاث مرات. هنروح حاطينه في الحله. اوكي. وحاطين عليه ميه جديده. اوكي. وحاطين عليه سكر. كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. اوكي. ماشي. ونحطه على النار يغلي على نار هاديه لمده ساعه. هيطلع شكله ايه؟ ايه بقى اللي هيحصل؟ هيطلع شكله عامل كده اهو. اوكي. شايف يا استاذ جوهري؟ اه الجوهري. جوهري؟ اوكي اهلا. ايه ده استاذ جوهري؟ الحمد لله على السلامه استاذ جوهري. اهو بقى شفاف كده شويه. اوكي. بتضحك على ايه؟ ضايعه. جايه من شارع تاني خالص. ماشي. بعدين؟ بس هو بقى لونه شفاف. نايس. هنروح جايبينه وحاطينه في سكر عشان ترفيش. ونقلبهم مع بعض. ونقلبهم مع بعض. اوكي. بس ونسيبه ينشف. ينشف يبقى زي ده؟ ينشف يبقى زي ده. اعملوا للعيال ده مغذي وحلو جدا. بدل الجيلي كولا والحاجات اللي بنشتريها في اكياس بالشيء الفلاني ومضره، ده كله حاجات طبيعيه ولطيف جدا يتحط كده. جدا جدا جدا. هناخد بقى احنا ده. عجبك جوهر؟ اهي جوهر. اهي. ممكن ده بقى. هنحطه فين بعد كده؟ نعمل كده نحطه في الشوكولاته. اوه نسقسقه في الشوكولاته. ذاتس كول. طيب هنا مسيح شوكولاته. طعمه جميل جدا جدا جدا. برتقال مع شوكولاته جدا. اهو ما دقتوش. ابو حدود انت عايزه دول؟ لا ده للناس للعيال والوطن. هغسل ايدي والم الحاجات دي وارجع لك لغايه ما ادوقهم. ابو شوكولاته دول جايين على طبع. ما اعرفكش برضه. كل واحد ياخد اثنين. دايت ايه يا عم؟ خد اثنين يا حبيبي. لا تمام. ماشي. هنا والشيف. اوكي. ملبن بس حسن في واحده عشان ما توسخش هدومك. انت هتاخد كل ده؟ انت جعان؟ ماشي. طب هما مش هياخدوا؟ اهو احنا اللي في الفلبينيين يعني. اوكي. يلا. شلت لك واحده بالشوكولاته. العيال دولت اخدوها. عجبك ها؟ اه جدا. صناعه مصريه. ده قشر برتقال بس بالشوكولاته؟ بالشوكولاته. ها يا منى اكمل بقى. نعمل الكيكه. الكيكه. لا قبل ما تعملي الكيكه ايه؟ عندي حد من الجمهور عامل مشروع عايز يحكي عليه. ماشي. قبل ما تعملي الكيكه. طيب حضرتك هتمسك المايك. اوكي. اسم حضرتك ايه؟ دكتور محمود مصطفى. انت دكتور في ايه؟ انا اساسا دكتور عيون. يا راجل. اه. ولابس نظاره؟ ولابس نظاره.
طيب انت شفت نظارتي رايك فيها؟ اه كويسه جدا. حلوه؟ كويسه؟ اه. تحب تلبسها تجرب؟ انت مايوب؟ ما ايه؟ عندك اسر. اسر؟ انا عندي اسر. البسها كده. شايف بيها كويس؟ حاسس بايه؟ ما فيهاش ازاز. ما فيهاش ازاز؟ طب انت مش شايف انها مختلفه الدنيا ما لبستها؟ ماشي نفس ايه؟ لا يبقى انت اخي يعني. شفت الدنيا اه. مختلفه صح؟ اه مختلفه. اه؟ ما هو ده التكنيك الجديد. بجد طب انت مش شفت الدنيا مختلفه ولا مش مختلفه؟ مختلفه مع ان ما فيهاش ازاز. لا ما فيهاش ازاز. مش شايف الالوان مور برايت؟ مور برايت بس ده عشان دي عينك. دي عشان عيني ايه؟ عشان عين شريف. لا انت شوفها هناك. انت دلوقتي لما بتقلع النضاره كده وتلبس النضاره كده في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. في فرق. اه. طيب هو الحديث دلوقتي ان احنا كل شهر بدل ما بنحط الازاز ويتكسر بنودي نضاره عند دكتور معين بيحطها تحت اشعه الليزر فهي في اشعه ليزر فبنشوف الدنيا مختلفه. ده بجد مش هزار. بجد؟ انت مش لبستها وحسيت ان الدنيا مختلفه؟ ايه؟ اه مختلفه. اه مختلفه. انت درست فين طب بالظبط؟ لا بس جديده دي انا اول مره اسمعها. ما دي حاجه حديثه جدا. انت برضه حاسس ان في اختلاف؟ اه شايف الراجل؟ نو اتس جود. شايف حاجه مختلفه؟ شايف المج ايه؟ شايف المج ابيض. وهي مش ابيض؟ لا انا عايز اجربها. خلاص بس هو دكتور عيون و... طب قول لي بس المشروع بتاعك ايه؟ احكي لنا. هو انا بص انا الاساس كنت دكتور عيون وبعدين انا كنت تخين قوي والله يعني كنت حوالي 120 كيلو. اوكي بعدين بعدين خسيت وصلت اللي انا فيه كده وطبعا كنت بلعب رياضه كتير. وبعدين المشروع بتاعي ده انا فكرت يعني هو ايه بقى؟ انا بدات ان انا اغير شويه في الكارير بتاعي ان انا بهتم بالتغذيه. درست تغذيه ودرست يعني تخصصت في التغذيه خدت دبلومات وفتحت عياده تغذيه كمان. المشروع بقى بتاعي ان انا فكرت ان انا اعمل اكل صحي مصري يعني بمعنى المنتجات نفسها تبقى مصريه. زي يعني زي الكينوا زي الرز البني. الكينوا ده بيتزرع في مصر؟ اه بيتزرع في والله مصر والله. ما انه غالي قوي. طب رخصه شويه. ما هو رخص. رخص؟ ما هو انت اسكندراني. رخص ولا رخص؟ لا رخص. ماشي رخص. اهو بعدين اللي انا قدرت اعمله ان انا اجيب الحاجات ديت مصري وتتزرع في مصر وبالتالي سعرها فعلا بقى كينوا وايه كمان؟ ورز بني وشوفان و طب الناس تتواصل معاك ازاي؟ انا عندي صفحه عندي صفحه على الفيسبوك اسمها ليف هيلثي. ليف هيلثي؟ ليف هيلثي ايوه. في انستجرام؟ وفي انستجرام ليف هيلثي. اوكي قول لنا السبيلنج بتاع ليف هيلثي على الفيسبوك. ال اي في اي اتش اي اي ال تي اتش واي. طب ده بتقدم ايه للناس في الصفحه دي؟ ممكن يشتروا الحاجات دي من عندك؟ اه ممكن يشتروا عن طريق الصفحه. وممكن كمان بقدم فيها كمان وصفات صحيه. أوكي. وفي نفس الوقت من الحاجات دي يعني الناس من الحاجات دي البرودكت دي ازاي وممكن يصنعوها ازاي تعمل الحاجات دي من الحاجات اللي عندك. اسم حضرتك ايه؟ دكتور محمود مصطفى. اهلا بيك يا دكتور محمود. طيب انت شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. انت كنت بتقولي لي ايه وانا لابس النضاره وهو شاف الدنيا مختلفه؟ بقول لك بالايحاء. اه طيب انا عارف وانا شاطر في كده. انا عارف على فكره مفيش الكلام ده كله. اه بس انت كنت شايف الدنيا مختلفه. هي كانت فعلا مختلفه. ايوه طبعا عشان ده ايحاء. انا اديت لك الايحاء ده وانا دارس الكلام ده وبعرف اثر على البشر. انت جميل يا دكتور وطيب عشان اللي بيتاثر بسرعه كده بيبقى شخص طيب صح يا حنان؟ هيخش الجنه. يا رب كلكم تخشوا الجنه. طيب الكيكه. الكيكه انا عملنا البرتقال ده بقى وسكرناه وقطعناه حتت صغيره. الشربات بقى مش هنحطناه في سكر تاني لغايه ما بقى شفاف. حوشناه برده. بص دوق بقى ده. ده ايه ده؟ لا مش قادر ادوق بقى حاجات مسكره. ده تحفه حلوه جدا. ده ايه ده؟ جه منين ده بقى؟ اللي اتسلق فيه البرتقال بقى مع السكر. الميه البرتقال وازاي بقت تقيله كده؟ حطيت لها ايه؟ مع الميه قعدت تتبخر والسكر قعد يتركز لغايه ما بقى عامل كده. اوكي ماشي ماشي. نقول بقى الكيكه. احنا قلنا المقادير خلاص. اه هنعمل ايه؟ هنخلط الحاجات الجافه مع بعض والحاجات الرطبه مع بعض. هنا الحاجات الجافه ادي الدقيق. الدقيق ونحط عليه البيكنج باودر. والبيكنج باودر اوكي. ونحط عليه ذره الملح. وذره ملح. وهحط عليه الفانيليا. فانيليا. وهحط عليه السكر. ماشي ماشي. الحاجات دي كلها نخلطها سويا سويا سويا. ماشي نعم. دي المقادير الجافه. ماشي. عندنا بقى المقادير الغير جافه. المقادير الرطبه الا وهي تيجي اساعدك؟ لا ماشي. البيض. عندنا البيض. ماشي معاه. وعصير البرتقال. وعصير البرتقال. طبعا نحاول نقاوم ان البرتقال ده ما يتشربش. تعرف لما حد بيعمل كيك البرتقال مش بيلحق. العصير. ده ايه ده؟ لبن؟ ده اللبن. ماشي هنخلط الحاجات الرطبه دي مع بعض. وبعدين هنروح نجيب الحاجات الرطبه حاطينها في وسط الحاجات الرطبه. هتعملي كوكيز دي؟ لا هنعمل كيكه. اوكي.
بس الكوكيز لو حد ممكن عايز يعمل كوكيز هتقول لهم بس مش دلوقتي في الاخر هقول ماشي. هتحطي ده على ده وتخليه هتحطي ده على ده وفي القالب ويخشوا الفرن بس بسيطه خالص. يقعدوا قد ايه؟ يقعدوا ساعه الا ربع كده. بنعمل كيك عاديه بس في حاجه بقى معلش قبل ما نحطها ممكن بس حضرتك تطلع فوق عشان انت هتغني صح؟ ممكن تطلع فوق. اوكي اتفضلي. قبل ما نحطها في القالب نحط فيها البرتقال المسكر المتقطع حتت صغيره ده. اوكي نحطها كده. طبعا نعمل حسابنا ان هو ده اصلا مسكر اوكي ننقص شويه من السكر عشان كده ماشي. بس وانا حاطه القالب اهو في ورق الزبده. يخش الفرن قد ايه؟ يخش الفرن على 180 لمده ساعه الا ربع ساعه. هتقولنا لما يطلع هنعمل ايه فيه؟ ما هنحط عليه بقى الشربات اللي احنا محوشينه ده. اوكي بس انت كده خلصتي يعني؟ خلصت كده خلاص ماشي. احنا ما خلصناش هنرجع لك مره تانية. ماشي احنا قاعدين. طيب اوكي هيخش قد ايه الفرن قلتي؟ ساعه الا ربع ساعه على حسب فرن كل واحد. اوكي طيب صاحبكم اسمه ايه طلع؟ محمد. محمد عادل. اوكي محمد عادل هيغني اغنيه عربي. جاهز يا استاذ محمد؟ اوكي هتغني ايه بقى؟ اوكي دي للراحل عبد الوهاب مش كده؟ اوكي هنخلص معاه الاغنيه دي بعد كده ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع نكمل مره ثانيه مع الجمهور ومع منى ومع كل سكان الشارع. خليكم عندنا لو سمحتوا مزيكا. قالكوا مره ثانيه قبل ما نختم كان معانا صوت حلو جدا جاي لنا من اسكندريه. صوتك حلو قوي برافو عليك. وانت قلت لي انت بتغني تواشيح وحاجات زي كده. برافو عليك مشرفنا ومنورنا اهلا وسهلا. طيب منى هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي انا بفنش بس. فنش ماشي. عندنا كيك طلع اهو. انا عملت منه كيك وكب كيك خرمه بشوكه كده شويه صغيرين. وانت بتخرمي بالشوكه كده بس عايز حنان زينال تحكي لي ايه الديتوكس اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل ديتوكس مشاعر. بمعنى؟ بمعنى بشيل حالات الغضب والحزن وده ليه علاقته بالاكل؟ ما هو انت لازم تنظف. ما هو انت لما بتاكل حاجات فيها لحمه او فراخ الحيوانات دي او الطيور دي عندها مشاعر. فالمشاعر متخزنه في لحمها واحنا بناكلها فبتتخزن في جسمنا كفضلات. فانت الاثنين مع بعضيهم انا بنضف الاثنين فلازم مش عايزه حاجه خارجيه فبعمل الديتوكس ده. فانا موقفه اي بروتين تماما. نفسي ابطل اكل لحمه. لا هي القصه كلها انا عاملاها فتره معينه بعملها يعني كل فتره كده بعمل الموضوع دوت عشان انضف. بس المره دي زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت لو فاكر ان انا بعمل الديتوكس ده عشان انضف المشاعر. لان يعني في مشاعر احساس بالظلم او الخوف من الوحده اللي هم سبب التخن اصلا اللي قلت لك قبل كده 98% من اساس التخن كله في الكون كله صحيح. الموضوعين دول. فلما ابتديت انضف المشاعر ده انا خسيت 7 كيلو. انا بعمل ديتوكس بطريقه تانية خالص. انت عارفه انا حكيت قبل كده اللي هو الاكل اللي هو باللبن. لا انا لا الديتوكس بتاعي ما فيهوش اي نوع من انواع البروتين خالص. فشغله نباتي بس. سكر ما فيش، ملح ما فيش، دقيق ما فيش. السكر والملح ودقيق دول اوحش حاجه في الدنيا. فمن ساعتها بقى السموم البيضاء بالظبط. وبعد كده ابتديت اعمل بقى تمارين تنفس كتير، تامل كتير، ابتديت افضي الحاجات اللي جوه، ابتديت اكتب كتير، بقيت اعمل المديتيشن بدل ما كنت بعملها مره في اليوم بقيت اعملها مع كل صلاه 5 مرات في اليوم. برافو عليكي. فعشان كده الموضوع منوره انت كالعاده كده يا شيخ. بتعملي ايه يا حجمانه؟ ولا عجن الشربات اللي اتسلق فيه. ايه قلتي؟ الشربات. ايوه اللي اتسلق فيه البرتقال. مش مركي خنفيتي كده. ايه شربات؟ اللي اتسلق فيه البرتقال. ايه ده؟ دي كوكيز حطيت فيها قشر برتقال زي الكيكه وحطيت من فوق شوكولاته سايحه وحتت برتقال كمان. دي جوه وبره. كفايه سكر يا شيخ، كفايه سكر يا شيخ، كفايه سكر. كفايه سكر. ليه كفايه سكر؟ ليه؟ سكر حلو. انا بلعب رياضه. ملهاش دعوه خالص. حلو قوي. هجيب لكم صبار. كملي وبعدين. بس فالبتاع اللي اتسلق فيه البرتقال نزلته في الخروم بتاع اللي عملتها في الكيكه عشان تبقى كده طريه وهشه من جوه. بس كده. طبعا طبيعيه. والضبط. سلموا. هجيب لكم في الفاصل سبت. انا خلصت خلاص. انت خلصتي؟ وانا اكلت خلاص. اخد انا كمان واحده عشان ما يا خالد. نعصام ده مشروع. ايوه يلا انت لسه معاك عمود الاكل كنت جايبه. لا خلاص هتغني ايه؟
هنغني دليدا. دليدا هتغني ايه لدليدا؟ بامبينو. بامبينو. نسمع من خالد عصام بامبينو دليدا، وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع نهاد تقول لنا النشره الفنيه ايه. خليكم عندنا لو سمحتوا. مزيكا.